هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. هذه الحياة يا ناس فيها دروب كتيرة، دروب بلا حراس، فيها الشر وفيها الخيرة. وانت يا ابن آدم تختار، تختار بين الدرد، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. نحنا معاكم كل يوم، نحكي حكاية مفسرة تشرح حياة أشخاص أحوالهم متغيرة. منهم وصل بالصدق في دروب سهلة ميسرة، ومنهم حياة غش تابع دروب معسرة، تابع دروب معسرة. وانت يا ابن آدم اختار، اختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين. هذه الحياة حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم، نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. واحنا يا ابن آدم نختار، نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين. هذه الحياة ايش رايكم في الفندق؟ والله فندق حلو صراحة، الإقامة هنا ممتازة جدا. عليك كل الأدب. شكراً جزيلاً. لا تفضل جماعة. شكراً. تفضل جماعة يلا. هذا الشاي مالك يا. لا تفضل وعجوا قاعدين. شاي. أخير. أنا. أنت تأخذ شاي؟ أنا بأخذ القهوة. قهوة. سنت. يلا سو سو. تفضل تفضل. صراحة أنتوا اليوم نورتونا. نورتونا ونورت الفندق. نطول في الفندق هنا. لا والله يعني انا عندي شويه شغل اخلصه وان شاء الله بروح على مروح البلد. اي ان شاء الله. يا هلا فيكم. يا هلا فيكم. مرحبا. الله يحييك سليمان. يا جماعه انا نسيت، انا عندي موعد مهم جدا في نزوه، بستأذن عنكم. Thank you.
موت. غايتك غايتك ترد الفايق حالك غايتك. العب يا يلا توكل على الله. أقول نعم تو بعد المزرعة تعيني لنزول عنها الملوحة. والله يا عم حمود المهندس قال لي سقي المزرعة 3-4 أيام بدون سماد. نعم. وأنا من هذاك الوقت إلى اليوم ستوالي أكثر من 3-4 أيام. عجبها يا ولدي. أها أها ها خلي بالك زين عادة على تجيك مصيبة غيرها. ما همتك يا عم حمود ما همتك. اللهم يبعد عنا المصايب وعنك وعن جميع المسلمين جميعا إن شاء الله جميعا جميعا. أقول عم حمود خير يا ناس. أما أنا أمس شفت برنامج في التلفزيون عن الزراعة وقابوا هذيك الطريقة الزينة كيف يسقوا فيها الزراعة. وبصراحة يا عم حمود نحن غلطانين في هذه الطريقة بنسقى فيها. كيف غلطانين الله هداك؟ ترى أنا طول عمرنا نسقي من الفلك حالنا حال الناس. وبعدين تخبرني مو من الطرق هذه ومو هذا ابو شفته انت خبرني. شرحوا يا عم حمود عن طريقه الري بالتنقيط وبصراحه هذه الطريقه عجبتني واشوف انها صح. كيف يا ناصر خبرني خبرني. يا عم حمود الارض تشرب كميه كبيره من الماء تراه وتروح لك ذاك هدر وخساره لان النبته لما تشرب ما بتشرب الماء مره واحده تشرب شوي شوي حسب حاجتها. وعاد نحن ترى نسق الارض مرتين مره في النهار ومره في الليل. هذا صحيح. انزين وطبعا عاد الماي ما هيحرص النخلة ولا الليمونة ولا غيرها من الزرع اللي تشرب. لا الماي على طول بيصير كذاك في الأرض تشرب الأرض. تراها الزراعة تشرب لين ترتوي والباقي يروح في الأرض. بارك الله فيك يا عم حمود. هي نعم اللو بعدني بزيدك شيء من هذا الماي يا عم حمود يتبخر تبخر الشمس ويضيع كذاك في الهواء ما نستفيد منه. والماي اللي يروح تحت الأرض نوبة ترى ما تستفيد منه الزراعة البر. إنزين وإيش تبغين نسوي يا ناصر؟ ترانا طول عمرنا نسقي من الفلك. بصراحة يا عم حمود السقاية بالتنقيط هذا دخل في مخي. ها شوف عاد مو قالوا عنه شوف مو قالوا. خبرني خبرني مو قالوا. قالوا يا عم حمود إن كل واحد يسوي له خزان مال ماي درام هذا مال 600-650. نعم نعم. ويخليه في مكان مرتفع في المزرعة قريب من الفلك. إنزين إنزين. وإذا كان عاد هذا الخزان في مكان قريب من الفلك إلا بمرة مو يسوي الواحد يجيب ماكينة ماكينة شفط مال ماي ويشفط من الفلك حال هين الخزان حال الخزان. بارك الله فيك ويترس الخزان ويسقي عاد منه. ما شاء الله ما شاء الله والله إنه كلام زين. ومن الخزان يا عم حمود نمد بيبات إلى كل السواق والقلب والبيبات هذه مثقوبة بثقب بسيط حتى مو يقطر منها الماي نقطة نقطة تحت الزرع. إنزين وبهذه الطريقة يا عم حمود يشبع الزرع ويقل تعبنا يقل تعبنا نحن ويقل إسراف الماي كان عاد من الفلق ومن غيره. والله كلامك صحيح لكن هذه البيبات كم قيمتها ومن وين بنشتريها؟ آها يا عم حمود سألتني. أنا سمعت المسؤول بسوي له مقابلة في التلفزيون يقول إن أي واحد مزارع يبغى يسوي مشروع الري بالتنقيط في مزرعته يروح لوزارة الزراعة وهناك الوزارة بيساعدوه بمنحة تشجيعية قيمتها أكثر من نص تكلفة المشروع. جايين وين وين جايين؟ نوبة ذاك حد يضرب الجرس؟ لا سالم بطل الباب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك ولدي؟ الحمد لله الوالده ان شاء الله بخير. الحمد لله يعطيك الصحه والعافيه. ها ان شاء الله حصلت شغل ولدي سليمان؟ والله يا الوالده الشغل جاي في الطريق لكن ما قلتي لي وين الوالد. والله الوالد راح عند حد من الاصدقاء. ها زين. ها سليمان لين هين وصلت؟ والله بصراحة يا أصيلة يا أختي الواحد صاب إحباط واكتئاب وضيق بعد. ضيق؟ الله يجيرك من الضيق يا ولدي. تبى أنا أسوي لك شيء؟ لا لا يا الوالدة استريح 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 ما أريد شيء حسنتي. معقولة؟ يعني ما عندهم شواغر؟ لا والله يا أختي هم ما عندهم شواغر لكن يبغوني في عمل ميداني طبعا في الحر والتعب والوساخة. وأكيد رفضت. أكيد طبعا لازم أرفض. تبغيني أستلم وظيفة ما تلائمني؟ أنت في الأول أقبل بالوظيفة وبعدين إن شاء الله بتترقى. صدقها صدقها بنتي أصيلة يا سليمان. لا يا الوالدة لا لا أنا ما أقبل بهذا الشيء أبدا.
وإيش اللي تقبله يا سليمان؟ وظيفة محترمة في مسقط. المهندس وظيفته محترمة يا سليمان، وبعدين ليش مسقط؟ نزوة ولاية زراعية والناس محتاجين مجهوداتك وعلمك أكثر من مسقط. الله يهديك يا أصيلة، بس الحين أنا درست وتعبت وكديت حتى أتخرج من الجامعة وأضرب هيب ومسحاب. لا يا أصيل، لا، هذه الأعمال حق واحد غيري. أنا من المفروض أن يوفروا لي وظيفة محترمة ومكتب فخم بعد، ولا أنت مستهينة بي كمهندس زراعي؟ هلا الله فخوك يا أصيلة، إحنا كمهندس زراعي عندنا. خلي يشتغل حيث يبغى. بس الدنيا ما على كيفك يا سليمان، في تخطيط للبلد، والمفروض ان كل واحد ياخذ موقعه الصحيح من العمل، وانت موقعك في المزارع ما في المكاتب اللي قال استحلم بيها. بعدين يلا هات مفاتيح السياره، هات قصد فوش ربهن كذا، هات. نعم، هات مفاتيح السياره. ليش بعد؟ ابوي الله يخليه ويبقيه حالنا ان شاء الله عطاني هذه السياره هديه. نعم، عطاك هذه السيارة هدية من السماء، وأنا أجلس من غير سيارة يعني؟ وكيفك ذا عاد؟ أنت أبوي وعدك إن شاء الله أول ما تستلم الشغل بيجيب لك سيارة من الوكالة. آها، لما أستلم الشغل يعني انطر يا حمار لما يجيك الربيع. وبعدين أنت كيف تقبلي؟ أنت كان المفروض ترفضي حتى لو أبوي لزم عليش إنش تاخذ السيارة. إيه كان المفروض أرفض إني أقبل هدية أبوي. ها سليمان، قصدي يا مهندس سليمان، معقولة أرفض هدية أبوي؟ يلا خلاص تفضلي. ولي سليمان، خير إن شاء الله. هين السيارة أبو عطاني إياها أبوي هدية. السيارة شليتها وديتها سيرفس حتى تتنظف وتتلمع وتليق بالمقام، واستلفت سيارة صديقي حتى أوصلش المدرسة. تمام، للمدرسة. تفضلي. أقول أصيلة، بالمناسبة يعني يهون عليك أخوك سليمان يظل بدون سيارة؟ ما يهون علي أخوي سليمان يظل بدون سيارة. زين، أنا عندي رأي. إيش رأيك لو تخلي سيارتك عندي لين ما أبوي يشتري لي سيارة ثانية؟ سليمان ما عندي مانع. بديت عمرك يا أصيلة، أخذي خلا. يلا تفضلي. عليك سوالف بدي. ان شاء الله ان شاء الله. من عيوني يا أصيلة، انت تامري. زين يلا، مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ الحمد لله. رد ريالك وريح بالك. وينك يا باقي الخردة؟ خردة. فرد ولا تتردد، خلفان جاهز ومستعد. وينك يا باقي الخردة؟ وينك يا باقي الخردة؟ أبو. إيش هذا اللي تشوفه يا خلفان؟ سيف وخليفة يتصاصخوا. المهم مثل ما قلت لك يا أخوي يا خليفة، كل اللي يصير في العرصة قلت لك إياه، بس عاد بقى أقول لك كلمتين ما غير. كلمتين بس؟ قول عشر. كل اذان صاغ يا سيف. خضر
أبغاك يا خليفة تدير بالك زين. أبغاك تتق الله بين البايع والشاري. ما أبغى حد يشتكي منك ولا تشتكي من حد يا خليفة. طمن. وبعدين خليفة دائما يسمع النصيحة. أبو شيف. الفن مالك خير. جو يوم قاشين تتغامزوا وتتهامزوا وتتصاصخوا انت وخليفة. وأنا مساكين ما أسمعكم. مو لكم معكم خبروني. أبو أبو خلفان عينك ما شافت بقى. أبو وخشمك ما شم. أبو وفوالك شي كذب عليك بيكون. أبو اسمعني زين. هذا خليفة أبو تشوفه قدامك أي حل مكاني في العرصة أي استوي دلال العرصة. واغ يا ابني دلال العرصة. خلفان شايف عجب شايف عجب يا ناس. الله يعطيك العافية يا ولدي. الله يعافيش الوالدة. تفضلي استريحي تعالي. وهذا الشاي عاد جبته حالك. أحسنتي وما قصرتي. أقول خالد. نعم. تو هذه كلها آلات المصنع؟ والله هذه يا الوالدة مثل ما تشوفي. لو هذه بعدها. شفتي كيف؟ شمات. الحمد لله يا ولدي. الحمد لله اللي عوض تعبنا وشقانا وبفايدة وبخير يا خالد. الحمد لله يا أمي. الحمد لله. إحنا كنا هين. وصرنا هين. الإنسان يا ولدي لازم يسعى في هذه الدنيا لطلب الخير حتى يناله. ولكل مجتهد النصيب يا خالد. يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام. بسم الله نبدأ نزامنا. يا جماعة عندي 13 رأس غنم. ها ونع ها خلفان ونع خليفة 13 رأس غنم وكل رأس ب 30 ريال. 35 لا حبيبي لا 35 ما قبول. المفروض تقول 40 لأن إحنا نرفع الأسعار من 10 وفوق. ولا ما عجبنك الدلالة أخذ عمولة زينة يعني؟ طماع ولا يهمك كلامك ما يطيح الأرض. 40 سمعتوا مو قاد وخنفسانة؟ 40 قال 40 مبروك عليك. الله يبارك. مبروك عليك. الله يبارك. رست عليك المزامل ما شاء الله رست. ها ما قصرت. لكن عاد دلالتنا ودلالة شباب سالوا ها خير ان شاء الله. مو سايره في الدنيا. انا ما طاير موجود بعدني هنا. ندري ما طاير لكن عاد ولا يهمك ولا يهمك. حاضرين حاضرين. تستاهل انت تستاهل. ما شنب عليه ما شاء الله. تفضل هذا حق سن. وهذا من عندي حال الشباب. يا خليفة خليفة تعال. أنا عبد الله يعني دركم يا جماعة. تعال تعال. صراحة مكتب ممتاز ممتاز جدا. ما قلت لي كم تبغى أجار لهذا المكتب شهريا؟
ما شاء الله عم عبد الله منور العرس اليوم صلى على النبي يا زايرنا. والله يا ولدي اليوم انا ما عندي شغل في العرصه بس قلت اجي اشوفك. زين عم عبد الله كيف شفتني؟ كيف شفت خليفه؟ ها عجبتك ولا لا؟ والله يا ولدي شفتك انك ممشي نفسك الحمد لله لولا لسانك المر مع الناس. يا ولدي الدلال لازم يكون لسانه حلو علشان الناس تحبه، لأن الدلال هو الوسيط بينه. والله كلامك حلو، والله كلامك صحيح، بس صدقني عم عبد الله إلى قطع عسل، لكن الحق ما علي أنا، الحق على سيف الله يهدي. سيف ما قال لنا الدلال لازم يكون لسانه حلو، هذه مشكلته. يا ولدي خلي عنك هذه الأعذار اللي ما منها فايدة، مرة تحط اللوم على مسقط ومرة تحط اللوم على سيف، ومن يعلم المرة الجاية تحط اللوم على من؟ لا 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 يا عبد الله، المره الجايه ما يهمك، بحط اللوم على نفسي. لا تقول يا ولدي مره جايه ومره ثانيه، قول ان شاء الله وبس. ان شاء الله يا عبد الله ان شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يا أبو دعيق. أنا وين عم عبد الله؟ أنا رايح عنك، عندي شغل. جالسين؟ بس اسمعني. آه. شد حيلك. أفا. ودير بالك. ما يهمك. ويلا مع السلامة. ما يهمك عم عبد الله. حياك الله أبو سليمان. سلم لي على سليمان. حياك. هات هات. أوه صاحب. بو شليم. أنتني بعدك ما شاء الله. أسميك نارواري أنت، ما قصرت اليوم. أسميك عجبتني عجبتني. هذا الدلال ولا بلاش؟ ما سيف. منو؟ سيف. اسمع أنت وين سيف؟ من سيف هذا؟ تجيب سيف معي أنا؟ هذا أكثر اسم سيف سيار، وأنا اسمي خليفة. فرق لك فرق. والنعم نعم والنعم والنعم. بس أقول قول سيف هذا كان وجه فقر. أوه. أبداً وحيد واحد ما أحد يقدر يتفاهم معه. يلا يلا سرح سرح. الله يرجع لك. تعال ما عرفت اسمك أنت. اسمي قاسم. والنعم قاسم. وشنيب قاسم النظارات هذا كاشخ. الله يخليك. أقول يا حليفة. من؟ حليفة. كيف حليفة؟ ديش فيك تاكل حروب؟ ما يكفي ماكل شنبك ما شاء الله. أنا ماكل شنبي ما أنا ماكلن الموس. ضريب ضريب. والله إن طيب أنت. ضريب وبروش. أقول يا حليفة أنا بصراحة باغ أتفق معاك على الشغل في العرس. خير. أنت بتستفيد وأنا بستفيد. حلو. هذا المسافة فيها غوازي واستفادة، نستفيد ليش لا؟ أنت بتستفيد من البيعة والشراء، وبتحصل لك كمية ريال فوق الدلالة. اسمعني يا قاسم، خلنا من الغشمرة الحين. إذا تبغاني أقلب لك هذه العرصة فوق تحت أنا ما عندي مانع، بس أستفيد. لكن عاد فهمني كيف. أها بفهم. يا سلام يا سلام يا سلام. تسلم الايادي تسلم الايادي يا اصيله. تعرفي فعلا انت اخت مثاليه. وايش بعد كل هذا المديح سليمان؟ فعليك يا اصيله، يعني انا ما امدحك غير لما اكون باغي منك شيء.
ما واجد شوية على خفيف. يعني أنا إيش أبغى من أختي العزيزة غير إني أعاتبها شوية؟ أوه، وأختك العزيزة هذه قالها قصرت في حقك شيء؟ حشا والله حشا، بس معقولة أختي العزيزة تكون تعرف صديقتها هذه بذاك الهدوء والطيبة وما تقترح على أخوها سليمان حبيبها ولو مجرد اقتراح شفوي أن تكون لعروس؟ قصدك منيرة؟ الله، هي اسمها منيرة؟ منيرة، يا سلام، فعلا اسم على مسمى، منيرة وهي منيرة. بس قولي لي خير؟ أبوها إيش يشتغل؟ أوه، أبوها هذا صاحب مصنع نسيج. مصنع نسيج؟ وليش مستغرب؟ لا أبدا، بس أبوها صاحب مصنع نسيج كبير وهي تشتغل مدرسة. وإيش فيها؟ هذه أنا، أبوي تاجر والحمد لله واشتغل مدرسة. أيوة، يعني لازم أخذ المسألة بجدية شوية. إيه؟ سليمان؟ إيه سليمان هي ساحت؟ لا أبداً أبداً، بس أنا كنت باغي أقول يعني إني شهادة وحصلنا عليها وما باقي غير أخليكم تفرحوا بيا، ما كذاك يا أختي؟ إذا حظك زين بتكون منيرة من نصيبك. زين، خلينا نتكلم مع أبوي، ها؟ وإنتي الخير والبركة عاد فيك، تمهدي الجو مع أمها حتى نتعرف عليهم. إيه نتعرف عليهم، أخو سليمان كأنه ذا الموضوع ما قف وقت أخوي. وليش عاد ما جف وقته؟ أنتي مستهينة فيا؟ أنا مهندس زراعي وكل بنت تتمناني. لما تشتغل يا مهندس وتصير مهندس يا مهندس ساعتها نقدر نتكلم مع الناس يا مهندس. حقيقة معقولة جدا، المواضيع اللي احتوتها الدراسات جدا جميلة. يمكن استيراد هذه الآلات اللي انت شفتها من بعض الدول المتطورة والمتقدمة في التكنولوجيا. اي ما قلت لي يعني كم بتكون التكلفة النهائية للمشروع؟ تكلفة كاملة حتى التشغيل حوالي 80,000 ريال. ها؟ الاساس يا ولدي يا خالد. ها والله مثل ما انت شايف يا عمي، هذا الشيوان الحين بعد يشتغل. مبروك يا ولدي يا خالد، مبروك مبروك. الله يبارك فيك يا عمي، وهذا الشيء من الله سبحانه وتعالى علينا. ونعم بالله يا ولدي، هذا من جهه زندك يا خالد يا ولدي، تراك انت اللي تعبت وانت اللي شقيت، وندعو من الله سبحانه وتعالى ان نشوف اول انتاج المصنع ان شاء الله. ان شاء الله يا عمي، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي يا خالد. امك كانت تقول دائما ولدي خالد رجال من هو صغير، لكن نصر الله يهديها من غيرتها ولأمها كانت تقلل من شانك. ولدي 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 صدعتيني بولدش هذا، سمعيني آي لا تنسي تاخذي ولدش حجة وتجلسيني فوق راسي. أقولش أحسن سيدي تزوجي وخلي ولدش معاش. يا نصر الله يستر عليك دنيا وآخر يا أختي، بكرة ولدي بيكبر وبيرد لش الجميل اللي تسوي فينا. ردد غير مرة، ولدي ولدي أشوف ما بكرة ولدش بيكبر وهذا الغاوي إيش بيسوي. أنا فرحان يا ولدي يا خالد بأنك أثبت لكل الناس بأنك رجل وبمعنى الكلمة. هذا من طيبك يا عمي. حلوة حلوة النعمة يا ولدي يا خليفة، حلوة واجب الشكر والحمد عليه. الحمد والشكر لك يا رب، الحمد والشكر.
وادي مرتاح منك يا ولدي، بس بعدك قول لي صدق، ذل الفلوس من تعبك اللي مكدت عافيتك انت؟ طبعا طبعا يا امي، فعليك بس، ومتاكد بعد انهم من عرق جبيني. ولدك اليوم يا ام خليفه صار دلال العرس الكبير. ايش صدق؟ يعني العشر ريالات هن ربحك في يوم واحدة بس؟ طبعا طبعا فعلي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. يوم انك يا ولدي صرت انت اللي تصرف على البيت، وابختي خبرك خليفة خليهن عندك. انا فعليك بس، حشا حشا، انا اصلا جايبينهم حالك انت. يا ولدي وانا مو ابغى لهن الفلوس، انا يوم ادخرهن كنت ادخرهن حالك انت على الحاجة، على لا تحتاج حال حد. بس انا مرتاحة يوم اشوفك انت مرتاح في شغلك وموفق، وما ابغاك تحتاج حال حد ابدا يا ولدي، وابغى كل الناس تتباهى بيك، وابغى كل الناس تحبك. يا ولدي انا ما قصرت عليك بشيء، ولما تطلب مني فلوس اقول لك خذ المبلغ اللي تبغاه، لكن سيارة لا، ما بعطيك سيارة اللي ما تشتغل. تراني يا الوالد جالس ادور على شغل، واذا كان من ناحية الشغل ترى بحصله في يوم وليلة، لكن بصراحة انت ما ترضاها وما تقبل ان ولدك يشتغل اي شغلة. يا ولدي يا سليمان، الشباب أحيانا يكون الطيش ملازمنهم، لما الواحد منهم ما يقدر يدفع قسط السيارة اللي عليه يدعم بها في جبل ولا في عمود علشان شركة التأمين تدفع للتعويض، لكنه ما يعرف عاقبة الشيء هذا اللي يسويه. يا الوالد يا الوالد، سبق أنك عطيتني سيارتك ورحت فيها لين مسقط وما قلت لي هذا الكلام. صحيح يا ولدي، بس يومها أنا عطيتك السيارة علشان تروح تقضي مصلحة تهمك وترجع. تراني لا الحين يا الوالد أدور على شغل. سليمان أنا شبعت من هذا الكلام. يا أبوي ترى زين، أنت قول لي الحين أنا كيف أحصل على شغل إذا ما دورت عليه؟ أنت لو باغي تشتغل كان اشتغلت، لكن باين عليك أنك ما مال شغل وبرذول. قم سير سير شوف التليفون. ألو نعم. اهلا يا هلا ناصر، كيف الحال؟ الله يعافيك ويسلمك. يا هلا، الحمد لله والله بخير. ها اي زين، لحظه يا ناصر خليك معي. الوالد هذا ناصر على التليفون، باغني اروح مزرعته عشان اساعده شوي. معقوله يا ولدي ناصر يطلب منك مساعده وما تروح؟ خبره انك بدي وروح ساعده وي. زين. الو ايوه ناصر، لا جاينك جاينك، لا 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 مسافة الطريق وبكون عندك إن شاء الله. يلا مع السلامة مع السلامة. شفت يا أبوي، شفت كيف كل الأصدقاء يبغوا مساعدة ولدك وأنت مستغلي عليه بسيارة؟ حاشا لله يا ولدي، السيارة ما غالية عليك. تفضل أبوي، هذا مفتاح السيارة وتوكل على الله. بس قبل لا تروح كلم أختك أصيلة، لأن السيارة هذه سيارة أصيلة. لا لا الوالد، أنا مكلم أصيلة وهي سمحت لي أن أنا أستعمل السيارة لين ما أنت تشتري لي سيارة جديدة ترى. ها وأنا ما برجع في كلامي، بس ما قاعد تشوف السيارة بعينك لين ما تشتغل وتاخذ مكانك الصحيح في الحياة. إنزين أنت قول لي أنا كيف أحصل شغل وأنا جالس هني في نزوة؟ الشغل فاتح أبوابه للمهندس الزراعي. يا أبوي يا أبوي، أنا ما أريد أشتغل هني، أنا بغي أروح هناك في مسقط. أبوي اشتغل في المكان اللي تبغاه، بس المهم أنك تشتغل. إنزين أنا بروح حق ناصر في المزرعة وبعدين بتوجه لمسقط. وأنا ما أريد لك غير التوفيق من الله سبحانه وتعالى يا ولدي. وأنا ما أريد غير رضاك علي يا أبوي. الله يرضى عليك يا ولدي. الوالد ترى انت عارف مسقط ومصاريفها يعني سليمانو ما تجوز عن سوالفه، ابوك تاجر وفلوسه واقده. ها
مهندس سليمان. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا. اخيرا وصلتنا الخبره. كنت مشغول يا اخوي يا ناصر، مشغول بعدد شعر راسي. الله يكون في عونك يا مهندس سليمان، لكن نعرف ان المهندسين الزراعيين الكبار امثالك كل واحد عنده مزرعه محتاج لهم حتى يستفيد منهم بحكم الخبره. مزرعتك زينه يا ناصر، ماشي حالها. تفضل يا مهندس سليمان، نزل من السياره، نبغى نستفيد من وجودك معانا هنا اليوم. تعال نتفقد كل شيء في المزرعه. تفضل نزل. تفضل تفضل مهندس سليمان، تفضل. جاي ها، خلي بالك. تفضل قرب ها، نزيد شوي ها، جاي والله العظيم جاي. طوفه راوي، كيف هاي طوفه بعد؟ كيف نوبه طوفه؟ خلي بالك ها. شاب انت شباب. خلي بالك لا تطيح. مرحبا مهندس سليمان. مرحبا، كيف حالك؟ كيف الاهل؟ شوف انتو يغسل يدينه. بركه نعمه ذي الارض. بركه. كيف صحتكم؟ كيف الاهل؟ والله الحمد لله. مبارك انت. الحمد لله. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. راحت الملوحه؟ والله الحمد لله الملوحه وراحت، والمزرعه تمام وان شاء الله تعجبك. زين، يوم ان الملوحه راحت حال مو منه قلبي من نزوه لين هنا. في شيء بعد؟ انا باغى اسوي يا مهندس سليمان مشروع الري بالتنقيط في مزرعتي. ممتاز ممتاز، وابغى انصحك اضافه الى الري بالتنقيط انك تزرع حسب الاصول العلميه. كيف؟ الزراعه تحت اللحاف. كيف يعني الزراعه تحت اللحاف؟ الزراعه تحت اللحاف يا اخ ناصر مساله بسيطه وما مكلفه، وبتوفر كثير في مصاريف المياه وفي رش المبيدات الحشريه، وبتعطي خضار افضل. 60 ريال. هلو، السلام عليكم. لو سمحت ممكن اتكلم مع الاخ سعود؟ اهلا يا سعود، كيف الحال؟ الله يعافيك ويسلمك. سليمان معك. يا هلا ومرحبا. اكلمك من فندق الانتر. لا والله كنت حبيت اغير الجو شوية، كل مرة فندق. زين جميل جدا، بس لا تنسى تجيب معك الاخ منصور. لا يا اخوي، لا هذا اخ وصديق، وبعدين احنا اولاد بلد واحدة. لا ما زعلان عليه ولا شيء ابدا. زين، انا في انتظاركم ان شاء الله. يلا مع السلامة. وهذا هو شغل اليوم يا استاذ سيف. 30 ريال. 15 ريال حقي انا، 15 ريال حقك، نص بالنص. تفضل. بارك الله فيك يا خليفة، بارك الله فيك. تعجبني. نعم، هذا هو الشغل ولا بلاش،
وإذا شديت حيلك بتحصل الأحسن. ولا يهمك، خليفة دائما شاد حيلة. يلا نستأذن الحين. في مال الله يا أحسن دلال في إسماعيل، في مال الله. ألو. أي نعم، مركز سمائل للخدمات التجارية. نعم. الله يبارك في حياتك يا أخوي. اتفضل، أي خدمة؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله، اسميكم عجبتوني. كذاك الشغل، ايوه كذاك الشغل الزين. دائما دائما تخلوكم معي، دائما. اليوم اللي ابغى ابيع فيه تسوي عمرك التجار وتقوم تتزابنوا مع الناس، واليوم اللي ابغى اشتري فيه تخسفوا لي القيمه فوق وتحت. بس هذه مساله بسيطه ما تشيلها من تبس. رد على مساله بسيطه. يا بدر يا أخوي لا تأخذ المسائل بهذه البساطة. المسألة يبغى لها فكر، المسألة يبغى لها مراقبة التجار. أنتوا لازم تراقبوا التجار وتراقبوا البضاعة الداخلة في السوق والخارجة منه. بعدين إذا حسيتوا واحد من التجار متشجع وقام يزابن رفعوا الأسعار. اعتمد اعتمد. وانت يا هلال، وانت يا هلال، أنت باغي تجنني. فأنا مشكلتي ما أحب الإنسان الغبي. غبي يا هلال، اليوم عطيت إشارة مرتين وهو نايم ما عنده خبر. عنده خبر، لكن أنت راقب التجار وشوف خليفة. أنت إيش تبغى أبي أنا؟ ليش تراقبني؟ مالك شغل فيني؟ أنت مو تبغى له خليفة، مو أنا قلت لك راقب خليفة، أنا قلت لك راقب التجار وخلي عينك عندي. بس هذه مو تبغى له أنت خليفة. هذا مهمتك خليفة، أنا بعطيه الإشارة ويوم غايته بغمزل بروحي. بس أنت ما يكفيك وبين قاسم اتفاق بيننا، ما لك دخل فيه. قولوا لنا من اول كلام. بس خلاص يلا، صار خير صار. انت الحين عرفت ان شاء الله مره ثانيه. لكن بعد قاسم هذا اشتغلوا اول مره في السوق ما يعرفوا الا. ما مشكله، ما مشكله، بيتعلموا بيتعلموا مره ثانيه بيكون افضل واحسن. بيتعلموا بيتعلموا، بركه فيهم، بيتعلموا بركه فيهم. بس عاد يستاهل الحلاوه، يستاهل كلنا حلاوه. حلاوه استاذ، حلاوه. ولا يهمكم، بنجيب لكم دست حلوه. تنكد وش ليه؟ الله اما انت، انت لا تضرك الحلاوه، لا تاكل حلاوه. هذا هو، تفضل يا هلال. خذنا خذ هذا نصيبك. بس تستاهل. لا لا يستاهل، يستاهل. وانت يا بدر هذا نصيبك. سدك. ايش هذا قاسم؟ ريال بس؟ ريال ما سادنا؟ كم تبغاني اعطيك؟ 100 ريال؟ المفروض انا جالس اعطيكم دورة تدريبية، جالس اعلمكم كيف تشتغل وكيف تكونوا تجار في المستقبل، وانت جالس ما سادنك ريال بعد؟ مفروض انتوا تعطوني ريال. يلا تبغى ريال خذه، ما تبغى رده. هاي بداية، بداية بداية. باكر بزيدكم. يلا رطيت هلال؟ يا خلاص حقه معاه. سدك سدك بدر، على حقك. احنا كلهن يعني ما نقصات. الحق حق يا ابو دعيك، عدهن. خلاص خلاص حسنت. يلا بستأذن عاد، انا بشوفكم باكر. انا وين قاسم؟ جاسي بصير عندي شغل شويه، لكن سمعوني انتو الثلاثه. اياني واياكم واحد ينطق بكلمه منا ومنا. انا صح انسان احب المزاح والضحك، لكن وقت الشغل شغل. ما يهمك يا بدر، ما يهمك. يلا السلام عليكم. حياك يا شرب نكت الحياه. وانا بعد ساير، مع السلامه. وين هلال؟ جالسين. حياك. انت عاقبت انك هذا الشغل؟ ريال بس؟ ريال؟ وهو ياخذ كل الفلوس؟ ايش يعني؟ هو يكسب واحنا لا؟ انت تعرف يا خليفه كم اعطاك انا هذه اللعبه؟ جمع عطاني يعني، جمع عطاني. 1000 عطاني، 10 ريالات وفرحان.
فرحان اعطاك 10 وما حسب نفسك امبراطور وما حد كمان. يا اخوي يا خليفه هذه 10 اذا صرنا بمسقط ما ينفع الحال شيء، لا حل اكل ولا حد وارا. يا اخوي بدر انا لازم افكر في طريقه تخلصني من هالبهدله. تفكر يا اخوي خليفه انت خلاص تفكيرك كله فاصل، انت عقلك بدا يشكل خلاص، انت انتهيت. وين احلامك في تكوين الشركات؟ وين احلامك في الارباح؟ وين احلامك في السفر؟ وين احلامك في الاماكن العلالي؟ انت جالس لي على 10 ريالات من العرصه. ما مشكله، شوي شوي يا صديقي. انت بس لو تقدر تقنع الوالده يا خليفه وتروح عن البيت كان يصير لك 10,000 ريال عماني. 10,000 يا خليفه، كنت تقدر تفتح المكتب وشركة المقاولات. انت ما سمعت عن كشور يوم يتكلم عن شركة المقاولات وارباحها؟ يا الله يا الله، لو عنده 10,000 كنت بعطيهن كشور وخليه شغل لي اياهم. هتشوف عندك عاد بلمح البصر اكون رجل اعمال كبير وتاكر كبير اجالسنا في العرصة. لكن للأسف للأسف يا خليفة، العين بصيرة وليد قصيرة. وهذيلا يا أمي 15 ريال من شغل اليوم، تفضلي مسكي. نعمة يا ولدي، الحمد لله نعمة. كذاك أباك يا خليفة رجال وما محتاج حال حد البر. لا ما يهمك إن شاء الله، وكل يوم بتشوفي مثلهم وزيادة بعد، ما يهمك. وبعدين ما تخليهم معك، هذه لضوليهم خليهم معك لأن ما محتاجهم بصراحة، ما محتاجهم. وبعدين ما لازم إحنا من اليوم ورايح لازم نوفر كل بيسة. سمعوني زين، ها عندك سمعوني زين وفتحوا ذنينكم. ترى اليوم أنا باغي أشتري وانتو عارفين شغلكم زين. زين خليفة عنده خبر؟ خليفة عنده خبر. بس يا قاسم، يعني اليوم بنشتغل شغلنا في العرصة؟ أي نعم، المطلوب إني أشتري الغنم بالرخص، فاهمين؟ ما يهمك، يلا حركوا الحين، يلا حركوا. بيني وبينكم الأسعار تخوف اليوم. كيف؟ كيف نوبين؟ سمعت إن سفينة كبيرة جايبة خفان سميات وزيدات وجايباكم. صحيح؟ صحيح. هذا الخبر قديم، كنت ما عندنا خبر. يعني هذا إن الواحد يعمل حساب ومشتري بالغالي اليوم أبداً؟ وحدي ما أعرف، أما عن نفسي إذا شفت الأسعار غالية لا أزايد ولا فلس. ايش رايك؟ والله ما ادري، المساله اللي صارت ما مضمونه ابدا. كيف ما مضمونه؟ والله يا جماعه ما اعرف، يقولوا صراحه ان الاسعار هبطت واجد. يا جماعه صلوا على النبي مره ثانيه عشان خاطر النبي. الله صل وسلم على النبي. ها لكن نبدا نسمعوا وين نبدا؟ تفضل يا خليفه تفضل. صاحب الحلال هنا موجود؟ ها؟ هنا موجود؟ وينك انت؟ هنا موجود. انت صاحب الحلال؟ نعم. صاحب الغنم؟ نعم. انت عارف قوانين العرس ولا ما عارف؟ عارف. هنا عارف؟ عارف. اذا ما عارف ابوي هذا الشيء بخلف سياره كان يعرفه؟ انا عارف. ها؟ عارف. خلاص اذا عارف عن حبيبي اذا بدت المزامنه ما فيك تراجع عن البيع. السعر فوق تحت لازم تبيع. يا جماعة يا جماعة هذا سوق سوق، هذا ما نعم، هذا عصر. ها خل خل مو تقول انت سوق ربح خسارة لازم تبيع. هذا معروف. هذا مزامنة وهو نبدأ نبدأ نتوكل على الله. خل خل نتوكل على الله. خل من يصب من؟ ها
20 ريال. يلا خلاص 20 ريال. بدأنا بسم الله 20 ريال. 45 من يزيد 50 بس ما زيد بس الشباب ما سمعتك 50 بس ما زيد 50 هلا من يزيد 50 ريال حال التاجر قاسم ومبروك عليك. الله يبارك فيك يا دلال. خلفان شايف عجب شايف عجب يا ناس. صنصور حامل جمل خلاه في قلع الراس، ورجول تمشي حافية بنيان ما له ساس. وشاف العجب خلفان خزنة بلا حراس. خلفان شايف عجب شايف عجب يا ناس. خلفان شايف مكر شايف كذب تكذيب، يلي تركتو بالخطا دلال في عرصتكم غريب. منه راعي الغنم راعي الغنم ذا الذيب، دورت من يرعى الغنم شفت الغنم عذيب. أواه يا آخر زمن أواه، فيه الولد يشيب فيه الولد يشيب. خلفان شايف عجب. صاحت العصر صاحت العصر، أنا لازم أتصرف لازم أتصرف. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. هذه حكايتنا لكم نحيا بخيط من الأمل، بس الأمل بشروط جد واجتهاد وعمل. اسلك دروب الخير بتسير دربك بالسهل، والشر عمره ما يدوم طال حبله او قصر طال حبله او قصر. وانت يا ابن ادم تختار تختار بين الدربين، ربك عطاك العقل والسمع والعينين، هذه الحياة. ما عيب نسعى ونجتهد وما عيب نغلط أو نعيد، بس عيب لما نعتمد ويكون أمرنا للبعيد. ما عيب نبدأ من الصفر بالصبر يكبر كل صغير، من عود كان أصل الشجر وبالعزم كل طاير يطير. واحنا يا ابن آدم نختار نختار بين الدربين، ربك عطانا العقل والسمع والعينين، هذه الحياة.